الله، صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي تستمتع بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تكون هناك تفرق لبعض الغيوم، 18 درجة مئوية فقط متوقع أن تسجلها خلال فترة الإفطار، وبالتالي أجواء باردة نسبيا، الملموسة 17، رطوبة 74%، أما الرياح تكون معتدلة أسرع. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة خلال نهار اليوم، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي، وبالتالي فرصة لزخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق، منها المنطقة الشمالية، إربد 18 إلى 12، المفرق 21 إلى 12، جرش 19 إلى 10، أما عجلون 16 إلى 10. المنطقة الوسطى أيضا هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار في عموم المناطق، البلقاء 20 إلى 13، عمان 18 إلى 11، الزرقاء 20 إلى 13، مأدبة 20 إلى 11، أما البحر الميت 28 إلى 19. المنطقة الجنوبية أيضا هناك فرصة لزخات من الأمطار في الكرك 19 إلى 10، الطفيلة طقس غائم جزئي 20 إلى 10، أما معان والعقبة والشوبك رياح نشطة وأتربة مثارة متوقعة، حيث تسجل الشوبك 18 إلى 10، معان 22 إلى 12، أما العقبة 30 إلى 19. المنطقة الشرقية أيضا تسجل الرياح نشطة وأتربة مثارة، الرويشة 28 إلى 12، الصفاوي 26 إلى 12، أما الأزرق 25 إلى 13. إلى اللقاء.